أكد ميغل أنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أكد انفراد مملكة البحرين بإطلاق مبادرات نوعية لم يشهد العالم لها مثيلا لإيمانها العميق بجوهرية صياغة استراتيجية عالمية للحوار بين جميع الثقافات والأديان والحضارات مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل لتكون أكثر أهمية من أي مسائل أو قضايا دولية أخرى، مؤكدا اهتمام المنظمة بخلق شراكة دائمة مع مركز الملك حمد لتبني مثل هذه المشاريع الرائدة عالميا تحت غطاء أممي. وأكد موراتينوس أن تحالف الحضارات الأممي يرحب ويدعم بقوة مبادرة مملكة البحرين المهمة بإطلاق مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني، والذي من شأنه أن يضع حدا للشبكات الاجتماعية التي تبث الكراهية وتروج للتمييز، وخلق منصة حوار قادرة على ابتكار مقاربات اجتماعية وثقافية تتعمق في جذور مختلف المجتمعات. كما أضاف القول بأنه لا تقتصر مهمتنا الرئيسية في هذا الكوكب الصغير على الجوانب البيئية كتغير المناخ، بل يجب أن تتركز على كيف يمكننا العيش مع بعضنا البعض، وهو أمر قد أبلت فيه مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بلاء حسنا لتكون المثال الأبرز على مستوى العالم. كما استطرد موراتينوس قائلا: لقد جاءت البحرين بهذه الروح المفعمة بالتعايش والتسامح لنشرها في كافة أنحاء العالم، ويجب علينا وعلى الجميع التحلي بها بأفكارنا وقراراتنا وسياساتنا وتصرفاتنا، ويجب علينا تبني مشاريع المملكة الرائدة في هذا السياق. كما جدد ثناءه على الجهود الجبارة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في سبيل نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في كافة أرجاء المعمورة، وجعل الشباب صناع القرار ومفتاح النجاح في هذا المسعى الإنساني الحميد.